السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة. وصفة اليوم ان شاء الله عبارة عن تشيز كيك بالفخيز. طريقة تحضير جد بسيطة وسريعة. غنحتاجو في المقادير 200 غرام ديال البسكوي، اي نوع ديال البسكوي عندكم تقدروا تستخدموا به، 80 غرام ديال الزبدة دايبة، وجوج معالق كبار ديال الناباج. هنا نسيت ما حطيتهاش مع المقادير، ولكن غنخدموا بها ضروري باش تجمع لينا هاد البسكوي. خديت البسكوي طحنته على هاد الشكل هذا. دابا غنضيف عليه الزبده وغنضيف عليه جوج معالق كبار ديال الناباج، وغنجمع هاد الخليط مزيان ونسرحه في المول دائري. هانتوما تشوفوا معايا في الفيديو. صافي غنبقاو نجمعوا فيه هكا على هاد الشكل هذا بهذه الطريقه حتى غتجمع لينا. كيف ما قلت لكم 80 غرام ديال الزبده دايبه وجوج معالق كبار ديال الناباج. صافي غنبقاو على هذا الشكل هذا حتى كيتجمع لينا الخليط، ومن بعد غادي نسرحو في مول دائري. من بعد ما خلطنا جميع العناصر مزيان، هذا هو الشكل ديال الخليط كيكون على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ المول الدائري هو هذا، غادي ندير فيه الخليط ونسرحه مزيان على في وسط المول، وندخلو الثلاجه لمده 4 ساعه، ونضيف عليه الطبقه الثانيه ديال كريم شونتي. صافي غنبقاو نسرحو فيه بهذا الشكل هذا على الطريقه هذه كيف ما شفتو. بالنسبه للطبقه الثانيه غنحتاج فيها صاشيه ديال بودره شونتيي، غنطلعها ب 4 لتر ديال الحليب بيكون بارد باش طلع لينا. صافي غادي نطلعها مزيان ونضيفها على الطبقه الاولى ديال البسكوي، وغادي ندخلها الثلاجه ونخليها حتى كتبرد مزيان، ومن بعد غنضيف عليها الطبقه الثالثه. هذا هو الشكل الكريمه من بعد ما طلعت كتجي على الشكل هذا. دابا غادي نضيف على الطبقه الاولى ونسرحها مزيان ونقادها مزيان، وندخلها للمجمد ونخليها تبرد مزيان. هي قد ما بقات قد ما كتشطف راسها مزيان. صافي كنبقاو نقادوها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للطبقه الثالثه غنحتاجو فيها نص كيلو ديال الفريز، معلقه كبيره ديال الفلون ديال الفريز. وبالنسبه للسكر حبيبات كيبقى على حسب الذوق. هنا خديت الفريز طحنته مزيان كيف ما شفتوا على هذا الشكل، من بعد غنضيف عليه السكر حبيبات كيف ما قلت كيبقى على حسب الرغبه، ونخلطه مزيان ونحطه فوق النار حتى كيسخن على هذا الشكل هذا. من بعد ضفت عليه هنايا معلقه كبيره ديال فلون فراوله، غنخلطو مزيان كيف ما كتشوفوا، وغادا نحطو فوق النار نخليوه حتى كيغلي. صافي غادي نطفيو عليه النار ونخليوه حتى كيبرد. عاد غادي نضيفو كيف ما شفتوا هذا هو الشكل ديالو. من بعد ما ضفت عليه الفلون وخليته حتى كيغلي، صافي دابا كيف ما قلت لكم غنخليوه حتى كيبرد مزيان مزيان مزيان، ونضيفوه على الطبقه ديال الكريم شونتي.
صافي، وكنعاود ندخلها المجمد حتى كتبرد مزيان وكتشطف راسها حتى هي مزيان. الطبقه الثالثه صافي، هي قد ما خليتيها في الثلاجه قد ما كتبرد مزيان. صافي، هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا. زينتها هكا بالقطع ديال الفريز كيف ما كتشوفوا، وبعض الاوراق ديال النعناع، وصافي كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى هذه الطريقه هذه تنال اعجابكم، وما تنساوش ديروا ليا جيم.